السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض الكوسة المطبوخة بالحمص. هو فكرة الفيديو سهلة وكله، بس أنا بس حابة أقول فكرة النهاردة. فكرة الأكلة السهلة اللي في الحلة الواحدة. طبعا اليومين دولت كله مشغول بقى في شقته عشان التوضيبات وكده، فما عندكش وقت انك تقفي وقت طويل في المطبخ. فالفكرة النهاردة ايه؟ حاجات انتي بتخزنيها في الفريزر بتطلعيها بقى، ايه تسهل عليكي الوقفة في الايام اللي انتي مشغولة فيها. فانا عندي البصل ده، انا كده جيت قبل التوضيبات بقى وقبل الشغل في الشقة وكده، عشان رمضان كل سنة وانتم طيبين. فرمت 2 كيلو بصل وحطيته في الفريزر، بطلع منه بقى الحاجات دي كلها بتسهل عليكي الوقفة في المطبخ. وبكسر منه حته اهي بستخدمها وقت الطبخ على طول. فانا كل اللي عامله دلوقتي اشغل بس عليه النار علشان الميه اللي فيه دي تخرج، وبعد كده احط السمنه بتاعتي. شغلي بقى عليه النار كده. وكنت مقطعه برضو الكوسه من الليل، وعايزه افكرك برضو، في ناس كانت بتوع زمان كلهم بيحبوا يستخدموا حمص الطبيخ ده في الاكل، دلوقتي محدش بقى يفتكره خالص. انا حتى وانا بشتريه في ناس كتيره قوي من العطارين والعلافين مش عارفينه. فهو اكل كانوا بيستخدموه زمان في الاكل وفوائده كتيره قوي وطعمه اساسا جميل في الاكل جدا، وفي ناس كمان بتدخله في السبانخ. فانا هعمل بيه النهارده ان شاء الله الكوسه بتاعتي. المية بس كده تخرج من البصلة، احط السمنة على طول. خلاص حطيت السمنة بتاعتي والبصلة اتفرد عليه شوية، احط بعدين كده مرق عشان انا هعملها بالحمص الفريخ، مش هستعمل معاها لحمة. براحتك انت عايزة ممكن تدخلي فيها لحمة مفرومة، عايزة تعملي لحمة مفتيحة. انا بكلمك ان دي اكلة كده سريعة هتنجز معاكي في الوقت، اقتصادية، طعمها حلو جدا. البصلة بقى وهي بتتحمر كده اول ما تبتدي تاخد لون وتصفر تنزلي معاها بالحمص بتاعك اللي هتكوني نقعاه مثلا لمدة ساعتين عشان هو بياخد شوية شوية، والكوسة انتوا عارفين بتستوي بسرعة. تمام، هنديله بس تشويحة كده. التشويحة مع البصلة بعد كده هنزل بالكوسه بتاعتي. بس قبل ما احط الكوسه انا بحط من الهريسه اللي انا عاملاها معاكم معلقه في اي طبخه بتدي ريحه وطعم جميل جدا. هقلب كده. بعد كده هنزل الكوسه بتاعتي، انا مقطعاها ونقعها في ميه غسلاها بميه وخل. اي خضار يا جماعه بتغسل يتنقع في ميه وخل عشان اي ميكروب فيه كده. قطعيها برضو التقطيع اللي تعجبك. كمية الكوسة دي هتقل للنص لأن الكوسة مليانة مية. هو كده شوحها مع الحمص شوية.
كده. الطماطم برضه هنجهزها في الخلاط، هنزل بيها عليها. مزودتش ميه في الطماطم كتير عشان بس الكوسه لسه هتنزل ايه ميه. كفايه كده، بس هي كده خلاص. التوابل في اي طبيخ انا بطبخه ما بحطهاش الا في الاخر خالص، التوابل والملح بحطهم اخر حاجه. انا كده كل اللي هعمله هسيبها تتسبك مع بعضها كده، اشوفها شويه بس كده في الاول، هعلي النار عليها تغلي وبعد كده هوطيها، هوطي عليها واشوفك بعد ما. خلاص كده هي اتسبكت داخله على سوا اهي. المرحله دي بحط التوابل. انا معايا هنا بابريكا وفلفل اسود وبهارات حاجه بسيطه قوي وشويه ملح صغيرين عشان انا حاطه مرقه، وجوز الطيب رشه كده خفيفه. حط التوابل بتاعتي هقلبها بقى. هي كده على الغرفة على طول. هطفي عليها بقى هقدمها مع بعض. خلاص كده بكده تكون وصفتي خلصت النهاردة. عايز اقولك ريحتها جميلة جدا، معلقة الهريسة بتديها طعم ولون وريحة حكاية. اخر حاجة بقى بحطها عليها ساعة التقديم النعناع الناشف، اللي بيفضل يحط، ما بتفضليش خلاص. انا نعناع ناشف كده، انا بفركه كده بنعمه تمام. ترشيه بقى فوق الوش، بس هو جربيه بيبقى طعمه جميل جدا. يا رب بقى وصفتي تعجبك النهارده، وتجربي تدخلي بقى حمص الطبيخ في اكلاتك عشان فوائده كتير وهيعجبك طعمه قوي. ولو عجبتك بقى الوصفه اكتبي لي في الكومنتات وسيبي لي لايك واشتركي في قناتي لو اول مره تشوفيها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.